بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هناخد الأوجينيسيز. المرة اللي فاتت أخدناها السبرماتوجينيسيز. طبعا هما العمليتين يعني شبيهين في بعض، أو فيهم شبه من بعض. الأوجينيسيز يا شباب هي مراحل تكوين البويضات في الأنثى، تمام كده؟ طيب في الأنثى بتحصل فين؟ بتحصل في المبيض، بتبدأ في المبيض. طيب مقارنة بيها وبين السبرماتوجينيسيز، الاسبرماتوجينيسيس كانت بتحصل عند البلوغ. طيب الاوجينيسيس بتحصل امتى؟ قال لك ان الاوجينيسيس بتحصل على مرحلتين، تو فيزز، تمام كده، مرحلتين. المرحله الاولى بتحصل والبنت لسه جنين في رحم الام، نركز في الكلام، بتحصل والبنت لسه جنين في رحم الام، والمرحله الثانيه بتحصل عند البلوغ زيها زي الذكر، تمام كده. هم كام انقسام؟ هم برضو ثلاث انقسامات زيها زي الذكر بالظبط، ولكن الفكره ان الاسبرماتوجينيسيس كان التلاتة بيبدأوا يحصلوا عند البلوغ. الأنثى لأ، الأنثى في انقسام هيحصل والطفل لسه جنينة في رحم الأم، والاتنين الباقيين هيستنوا لبعد البلوغ زي ما هنشوف. طيب نبدأ عندنا، لو دخلنا ده مثلا، لو دي مثلا المبيض بتاع جنينة في رحم الأم، يعني هي جنين في رحم الأم، دخلنا شفنا المبيض، التغيرات اللي بتحصل في المبيض بتاع الأنثى وهي لسه جنين، والبنت نفسها لسه جنين في رحم أمها، تمام؟ بيكون المبيض فيه حاجة اسمها بويضات اسمها اوجونيوم، اوجونيوم. الاوجونيوم دي بيبدأ يحصل فيها انقسام واحد بس، اللي هو أول انقسام اسمه الانقسام الميتوزيس، ميتوزيس، تمام كده. الانقسام الميتوزيس ده بينتج عنده خليتين، كل خلية منهم اسمها دوتر اوجونيوم، كل خلية منهم اسمها ايه؟ دوتر اوجونيوم. يبقى الفكرة كلها كان عندنا في المبيض في الأنثى وهي جنين في بويضات، تمام، ملايين من البويضات طبعا، بيبدأ يحصل لها انقسام ميتوزيس، فينتج عندنا حاجة اسمها دوتر اوجونيا، بس كده. هو ده الانقسام، الانقسام ده بيحصل والطفل لسه جنين شهرين او 3 شهور، تمام كده، ويظل المبيض ساكن ومحتوي. طبعا الكلام ده مش بيحصل لا بويضة واحدة ولا لاتنين، لا، الكلام ده بيحصل لكل الاوجونيوم. نركز في الكلام، الكلام ده بيحصل لكل الاوجونيوم الموجودين في المبيض بتاع الانثى وهي لسه جنين. يعني في مثلا نص مليون، في نص مليون بويضه، في نص مليون اوجونيوم، كلهم يحصل لهم الانقسام ده، الميتوزيس ده، تمام، وينتج عندنا يبقى في مثلا على سبيل المثال نص مليون دوتر اوجونيوم، تمام كده. ويظل المبيض ساكن حتى تولد الانثى، يبقى البنت بتتولد والمبيض بتاعها فيه دوتر اوجونيوم. بس لحظه، في حته مهمه، اثناء ما البنت تولد، يعني مثلا هنقول ان البويضات دي اتكونت او الدوتر اوجونيا دي اتكونت والطفل عندها 3 شهور، الانقسام الثاني اللي عليه الدور هيحصل امتى؟ هيحصل لما الطفله تبلغ. نركز في الكلام، الانقسام ده اول انقسام، باقي انقسامين، الانقسامين دول هيبداوا يحصلوا امتى؟ هيبداوا يحصلوا لما الطفله يبقى عندها 12 سنه عند سن البلوغ. طيب طول المرحله دي المبيض ساكن تماما، ما فيهوش اي انقسامات. الفكره انه بيحصل حاجه واحده بس، ان الدوتر اوجونيوم دول بيبدا المبيض يحوطهم بخلايا اسمها خلايا حويصليه، دي الدوتر اوجونيوم، بيبدا المبيض يحوطهم بخلايا كده اسمها خلايا ايه؟ حويصليه، او اسمها فوليكولار سيلز. الخلايا الحويصليه دي يبدا المبيض يحوطهم بيها، تمام كده، ويتحول اسم الدوتر اوجونيوم او البرايمري اوسايت دي يتحول لحاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بريمورديال فوليكل، بري بريمورديال فوليكل، تمام، هتلاقي مكتوب عندك في الكتاب عشان تفهم البريمورديال فوليكل دي جت منين، إيه؟ تمام كده يا شباب. يبقى اذا الطفله وهي لسه جنين كان عندها اوجونيوم، الخليه الاوليه اسمها اوجونيوم، حصل لها انقسام واحد نتج عنه حاجه اسمها او حاجات خلايا كتير اسمهم دوتر اوجونيوم. كل دوتر اوجونيوم المبيض اثناء ما البنت وهي لسه جنينه لحد ما يبقى عندها 12 سنه، كل الدوتر اوجونيوم اللي بيبقوا موجودين كلهم بلا استثناء يبدا المبيض يحوطهم بخلايا حويصليه، تمام كده، ويتحول اسمهم بعد ما يتحوطوا بخلايا حويصليه زي الاستراكشر ده كده، الاستراكشر ده اللي انا بشاور عليه ده، ما بقى ما اسموش دوتر اوجونيوم، ده بقى اسمه بريمورديال فوليكل، تمام كده، الاستراكشر على بعضه. طب ايه اللي اسمه برايمري اوسايت؟ دي الكلمه دي اسم للبويضه نفسها اللي جوه، الشكل الوردي ده، ده اسمه ايه؟ ده اسمه برايمري اوسايت، الخليه اللي جوه، النواية نفسها اللي فيها الكروموسومات. انما الاستراكشر كله على بعضه
اسمه بري مورديال فوليكل. طب ايه وظيفه الخلايا الحويصليه ان المبيض يحوط الدوتر اوجونيوم او البرايمري اوسايت؟ دي وظيفتها نعرفها ان شاء الله في الدرس الجاي في الريبرودكتيف سايكل. تمام، احنا النهارده في الاوجينيسيس وظيفتنا ان احنا نعرف اللي جوه دي، اللي جوه دي ايه التغيرات اللي بتحصل فيها. تمام كده، اتمنى الفكره تبقى واضحه. طيب، يظل المبيض ساكن تماما ويحتوي على حوالي من 300 ل 500 الف بريمورديال فوليكل. يعني ايه بريمورديال فوليكل يا دكتور؟ يعني برايمري اوسايت والمبيض محوطها زي كده اهو بخلايا حويصليه. تمام، اتمنى الفكره تبقى واضحه. طيب، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان عند سن البلوغ، عند سن البلوغ 12 سنه 13 سنه حسب الفتاه، يبدا الانقسام الثاني ان هو يحصل، يبدا تاني انقسام ان هو يحصل. ايه الانقسام الثاني؟ مايوزس. تبدا البرايمري اوسايت، انا ما بتكلمش على الفولكولار سيلز، انسى الفولكولار سيلز دي دلوقتي، انا بتكلم على الاوسايت اللي جوه البرايمري اوسايت. تبدا ان هي تنقسم، ينتج عندنا حاجه اسمها سكندري اوسايت وحاجه اسمها فيرست بولار بادي. ايه الفكره؟ الفكره ان هو ادى خليتين زي بعض، الاثنين اللي جوه دول، النقطتين اللي جوه دول، النقطتين اللي جوه دول هم دول اللي حصل فيهم انقسام. طب ايه اللي خلى دي صغيره كده وبقى اسمها فيرست بولار بادي وده كبير وبقى اسمه سكندري اوسايت؟ الفكره ان السكندري اوسايت دي طمعت على السيتوبلازم كله، اخذت كل السيتوبلازم، فبالتالي دي بقت نوايه فقط ما فيهاش سيتوبلازم، فطلع عندنا الاستراكشر ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه سكندري اوسايت. وطلع عندنا حاجه اسمها الفيرست بولار بادي. طبعا ده فيرست بولار بادي ملوش قيمه معانا، هيحصل له حاجه اسمها دي جينيريشن، هيموت، هيضمر، مش هيبقى ليه وجود معانا. تمام، ايه اللي هيكمل معانا؟ السكندري اوسايت. تمام كده، يبقى البرايمري اوسايت حصل لها الانقسام، انتجت حاجه اسمها سكندري اوسايت وفيرست بولار بادي، ده الانقسام الثاني اللي حصل. يبقى احنا كده خدنا انقسامين، الانقسام الاول والطفل لسه جنينه قبل ما تتولد اصلا، الانقسام الثاني لما الطفله بلغت عند سن 12 سنه 13 سنه. يتبقى انقسام واحد، الانقسام الثالث ده هيحصل امتى؟ الانقسام الثالث ده هيحصل عند الفيرتلايزيشن. يعني ايه عند الفيرتلايزيشن؟ يعني عند الاخصاب. ايوه، اللي هو ازاي يعني؟ اللي بيحصل يا شباب ان اثناء مراحل التبويض اللي هي كل شهر كل شهر، احدى المبيضين في الانثى بيبدا ان هو ينتج بويضه ويرميها هنا في فالوبيان تيوب. الفكره ان ده المبيض اهو بيبدا يحصل فيه دوره، الدوره دي هناخدها بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه، ولكن الفكره كلها ان اللي بيطلع من الدوره دي ويدخل فالوبيان تيوب مش ماتيور اوفم، مش اوفم، اللي بيطلع هي دي السكندري اوسايت، هي دي اللي بتطلع. طب استنى، انت قلت لي ان دي مش بويضه كامله. ايوه، مش بويضه كامله، يعني مش ماتيور، لا مش ماتيور، ومع ذلك هي اللي هتدخل الفالوبيان تيوب. ايوه، طب ازاي؟ انت كده ما دخلتش فالوبيان تيوب اوفم، ما دخلتلوش بويضه كامله، ما دخلتلوش بويضه قادره على التخصيب، لسه مش جاهزه. هتجهز امتى؟ لسه متبقي انقسام، الانقسام ده هي هتدخل فاللوبيان تيوب وهي سكندري اوسايت وهي متبقي لها انقسام. الانقسام الاخير ده هيحصل ساعه الفيرتلايزيشن، اللي هو ازاي؟ اللي هو مثلا الشهر ده حصل في المبيض ده ريبرودكتيف سايكل، انتجت بويضه، البويضه دي مش بويضه كامله، سكندري اوسايت اللي هي دي، دخلت السكندري اوسايت دي هنا في فاللوبيان تيوب وجالها سبيرم من هنا، جالها سبيرم. تمام، هي لسه سكندري اوسايت ناقصها انقسام. يجي السبيرم ده فرضا انه هيحصل فيرتلايزيشن والسبيرم اخترق الاغشيه بتاعت البويضه وخلاص دخل، هيحصل فيرتلايزيشن. قبل الفيرتلايزيشن بلحظه صغيره خالص تروح جايه البويضه دي تقول له استنى، مفيش، لسه ناقصني انقسام، تعمل الانقسام الثالث بتاعها وتنتج عندنا حاجه اسمها الاوفا وحاجه اسمها السكند بولار بودي. يبقى الانقسام الثالث ده اصلا بيحصل فين؟ بيحصل في فالوبيان تيوب. تمام، يبقى الثلاث انقسامات، الانقسام الاول بيحصل والطفله لسه جنينه، الانقسام الثاني بيحصل عند البلوغ من غير اي حاجه، ساعه الايه؟ ساعه الريبرودكشن، ساعه الدوره الشهريه، كل شهر في الانثى بيحصل الانقسام الثاني. تمام، الانقسام الثالث بيحصل امتى؟ الانقسام الثالث ده بيحصل في فالوبيان تيوب ساعه الفيرتلايزيشن، لو جه حيوان منوي، ما هو كل شهر بيطلع بويضه تدخل الرحم، مش دايما بيكون في سبيرم مستني، فمش دايما الانقسام الثالث بيحصل. كون الانقسام الثالث ده حصل يا شباب معناه ان في جنين هيتكون، لان كون انه حصل معناه ان في سبيرم استنى البويضه وسبيرم اخترق الاغشيه بتاعت البويضه وخلاص هيحصل فيرتلايزيشن، فلذلك قامت البويضه وعملت الانقسام الثالث وانتجت حاجه اسمها الاوفا. دي اللي الاوفا دي هي بقى اللي تندمج مع السبيرم، مش السكندري اوسايت، لا السكندري اوسايت دخلت
وظيفتها انها تشوف في سبيرم مستني ولا لا. في سبيرم مستني وهيحصل فيرتلايزيشن، هنقسم وهديك الاوفم اللي هتندمج مع السبيرم وينتج عندنا حاجه اسمها الزيجوت، تمام؟ طيب لو مفيش، فيرتلايزيشن هيحصل عادي جدا، المبيض كل شهر يطلع سكندري اوسايت، تدخل وتفضل ماشيه في اللوبيان تيوب عند الثلاث ايام، توصل هنا وتنزل مع المنستروشن او مع الدوره الشهريه كل شهر، وتنتهي الدوره هكذا. انما الدوره تستمر امتى؟ لو البويضه طلعت من هنا السكندري اوسايت ولقت سبيرم مستنيه، يحصل الانقسام الاخير وينتج عندنا حاجه اسمها الاوفا، تندمج مع السبيرم يدينا زيجوت. والسكند بولر بودي ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه الزيجوت يتغذى عليه. ليه يتغذى عليه؟ لان في المرحله دي مثلا فرضا ان هو اتكون زيجوت هنا، زد اتكون زيجوت هنا. الزيجوت ده عباره عن خليه واحده وعباره عن جنين، هو جنين بس ما زال لسه خليه واحده. طب الخليه دي مش محتاجه تغذيه؟ ايوه محتاجه تغذيه، عما توصل هنا كل ده وتتزرع في بطانه الرحم. طب المرحله دي بتاخد 3 ايام، الثلاث ايام دول هيظل خليه فيهم من غير تغذيه، فبالتالي لازم لها تغذيه. التغذيه بتاعتها بتبقى السكند بولر بودي، ده فرضا لو حصل فيرتلايزيشن. لو حصل فيرتلايزيشن هيبقى الغذاء بتاع الزيجوت هو السكند بولر بودي، عما يروح ويتزرع في بطانه الرحم الاندوميتريوم وياخد تغذيه دمويه من بطانه الرحم. وكده احنا خلصنا ايه الاوجينيسيس. يبقى انا عايزك تعرف معلومه، ان السكندري اوسايت، اللي هي ايه؟ اللي هي بتدخل في اللوبيان تيوب هنا، السكندري اوسايت اللي بتدخل كل شهر دي مصيرها حاجه من اتنين، طيب مصيرها حاجه من اتنين، يتوقف على ايه؟ يتوقف على الفيرتلايزيشن، يتوقف على في سبيرم مستني في اللوبيان تيوب هنا ولا لا. والله لو في سبيرم مستني، هتروح جايه عند الفيرتلايزيشن، تبدا ان هي تنقسم وتنتج لنا الاوفم والسكند بولر بودي، تمام كده؟ طب لو مفيش فيرتلايزيشن ايه اللي هيحصل؟ انها تفضل ماشيه في اللوبيان تيوب عادي جدا وتنزل مع المنستروشن. وكده الحمد لله انهينا عمليه الاوجينسيس. عايزك تاخد الصوره دي سكرين شوت وتذاكر دايما السبرماتوجينسيس والاوجينسيس في مقارنه مع بعض، بحيث تبقى عارف الفرق بين الاثنين، تمام كده؟ باختصار في دقيقه واحده ناخد تكوين السبرم. بيتكون من هيد، دي كده اسمها الهيد، ودي كده، ده كده كلها اسمها النك. طب ايه الدايره اللي في النص دي؟ الدايره اللي في النص دي اسمها السنتريول. السنتريول هو اللي مسؤول عن الانقسام لو اخدتوها في الهيستولوجي، تمام كده؟ اللي نازل من تحت ده اسمه التيل او الفيلامنت، او اللي اسمه اكروزوم الفيلامنت، الذيل الخيطي، او يعني ايه الخيط اللي هو مسؤول عن حركه السبيرم، يفضل يتحرك كده يمين وشمال فيدفع السبيرم لقدام. في النص كده في ميتوكوندريا اللي هو الخط الاسود ده، اعلم لكم عليه بالخط الاحمر اهو او بالخط الاصفر، مكان الخط الاصفر ده كده في ميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي اللي بتمد السبيرم بالطاقه، بتمد التيل ده بالطاقه، فالتيل ده يبدا يتحرك فيتحرك السبيرم. التيل هو المسؤول عن حركه السبيرم، تمام كده؟ الجزء اللي فوق ده اسمه اكروزومال كاب. اكروزومال كاب ده في جواه حاجه اسمها اكروزومال انزيمز، تمام كده؟ احنا قربنا الصوره اهو. الاكروزومال كاب ده جواه حاجه اسمها اكروزومال انزيمز. الاكروزومال انزيمز دي هي اللي مسؤوله عن اختراق البويضه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا كنا قلنا المره اللي فاتت ان في حاجه اسمها عمليه اسمها سبيرميوجينيسيس او الميتامورفوزس. الميتامورفوزس اللي هو السبرماتيد بيتحول لسبرم، ده سبرماتيد مش سبرم. اللي انا رسمه ده سبرماتيد، اتس نوت سبرم. ده عشان يتحول لسبرم بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه تغيرات بسيطه خالص، ان الغشاء اللي فوق ده الكاب ده او الحته اللي فوق دي بتبدا انها تختفي. الكاب ده اهو الطاقيه اللي على راس السبرم بتختفي. طب بتختفي ليه؟ بتختفي عشان يبدا يظهر لنا الاكروزوما الكاب ده. يبدا يظهر بالاكروزوما الانزيمز اللي موجوده فيه. تبدا الانزيمز دي اول ما الراس بتاعت السبرم دي او الهيد بتاعت السبرم دي تلامس الاوفا او البويضه، يبدا الانزيمز دي تفرز على البويضه ويحصل اختراق لغشاء البويضه. اللي مسؤول عن كده هو الاكروزومال انزيمز اللي موجوده في الاكروزومال الكام. فبالتالي لو كان الممبرين ده لسه موجود كده، الانزيمز دي هتطلع مش هتعرف تلمس جدار البويضه، فبالتالي لازم ان الغشاء ده يتاكل خالص كده ويبدا يظهر الاكروزومال الكاب بما فيه من اكروزومال انزيمز،
ويحصل اختراق لغشاء البويضة. هو ده بالظبط اللي بيحصل في عملية الميتامورفوزس، تحور شكلي فقط بيحصل في السبيرم، هو ده التحور الشكلي، بالإضافة إلى إن التيل ده بيطول شوية، ميتوكوندريا بتكبر شوية، يبقى عندها القدرة إن هي تدي السبيرم الطاقة الحركية الكافية إنه يتحرك خلال الرحم أو اليوترس بتاع الأنثى، عما يتحرك من الفاجينا تحت لحد ما يطلع فوق خالص ويدخل عند فالوبيان تيوب. الموضوع ده كله محتاج طاقة شديدة جدا، الميتوكوندريا هي اللي مسؤولة عن إمداد السبيرم بهذه الطاقة. تمام كده يا شباب؟ يبقى إحنا كده خلصنا السبرماتوجينيسيس وخلصنا الأوجينيسيس وخلصنا شرحنا عملية الميتامورفوزس والاستراكشر بتاع السبيرم. تمام؟ إن شاء الله المرة الجاية معانا ريبرودكتيف سايكل، وبالتوفيق لكم جميعا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.